صباح الحب والهنا والسعادة على كل مشاهدينا مشاهدي برنامج السعادة مع لمي. وحشتونا من الأسبوع اللي فات، صباحكم ورد وفل وياسمين ورضا من رب العالمين. رضا يعني إيه؟ يعني صبر. هنفرح حتى لو عندنا ابتلاء، هنصبر عليه علشان بعد الصبر جبر. عايزين نكون من الناس اللي فازوا زي ما ربنا وعد الصابرين وقال في سورة آل عمران الآية 170: فرحين بما آتاهم الله من فضله. إن شاء الله النهاردة في برنامجنا معانا فقرات هتعجبكم إن شاء الله. هنستضيف في مداخلة هاتفية فضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري، أحد كبار دعاة الأزهر الشريف، ومعانا تقرير من شخصيات عامة محبوبة كلنا بنحبها وهنسمع منها رأيها في السعادة، وكمان معانا مفاجأة لصانعة سعادة. هنطلع مع بعض دلوقتي التقرير ونرجع تاني. يا ليمي مبارك، اكتر حاجه بتسعدني يا ليمي هي كره اليد. انا اصلا طول حياتي بلعب كره يد، ونشات في نادي الاهلي ومنتخب مصر، وكسبت بطوله العالم ناشئين، وخدت رابع عالم مع الكبار. فانا حياتي كلها كره يد يعني، فهي دي اكتر حاجه بتسعدني. طبعا بعد طبعا حاجه بتسعدني اكتر كمان هي اسرتي واولادي، لما ابني كمان يلعب كره يد برضه كده، دي حاجه برضه بتسعدني. شكرا يا ليمي. اولا يا ليمي مبروك على البرنامج الجديد، وربنا يوفقك دايما وموفقه. اما بقى لو اتكلمنا عن السعاده، السعاده شيء نسبي عامه يعني، عارفه يعني انا السعاده عندي في العطاء، السعاده عندي في الرضا، السعادة عندي في سفرية حلوة مع مجموعة من الأصدقاء أو مع العيلة، السعادة عندي في كلمة حلوة بسمعها من حد أكون عملت له حاجة، قدمت له حاجة ويشكرني. السعادة ملهاش حدود، ولكن زي ما قلت لك في البداية هي شيء نسبي، ما نقدرش نحدد نوعية السعادة. السعادة دي بتبقى مكنونها عندك، غير مكنونها عندي، غير مكنونها عند أي حد تاني. فربنا يسعدك ويسعد الجميع، وأنا سعيد إن أنا موجود معاكم، وألف مبروك على البرنامج. إزيك يا ليمي؟ إيه أكتر حاجة بتفرحني؟ لما بساهم في إني ساعد حد، حتى لو في وسط مجموعة، أي حد يعني محتاج حاجة معينة، مشكلة تتحل، وساهمت ولو بجزء صغير، ده بيسعدني جدا. ولما مصر تجيب جون بتبسط جدا وبفرح لفرحة الناس. أنا كمان سعيدة إن أنتوا نورتوني في التقرير في الحلقة. بشكر الإعلامية ريهام إبراهيم، وبشكر الشيف يسري، وبشكر الكابتن حازم عواد. ومعانا دلوقتي مداخلة هاتفية مع الشيخ أحمد سمير الأزهري، عالم من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، بنرحب بحضرتك معانا في البرنامج. بارك الله فيك، صباح السعادة إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. كنا حابين نعرف من حضرتك ايه دلائل السعاده في القران الكريم والسنه النبويه؟ هل السعاده بتتعارض مع التدين؟ اولا بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اول شيء بعتذر بس لانه في بحث الصوت. ألف سلامة يا فندم. الله يسلمك. السعادة الحقيقية يعني هي كلمة قليلة الحروف كثيرة المعاني، ولو نظرنا لقى كثير من الناس يبذلون في طلبها كل غال ونفيل، تلاقي كثير من الناس يبحثوا عن السعادة في كل المجالات والطرق. فواحد يبحث عنها في المال، واحد يبحث عنها في المنصب، واحد يبحث عنها في الجاه،
واحد يبحث عنها في كذا، واحد يبحث عنها في كذا. والإسلام جعل لها منهجا واضحا، والنبي عليه الصلاة والسلام بينها وأمرنا بأمور في الشرع الشريف. هذه الأمور يعني ترشدنا، تأخذنا إلى طريق السعادة. فالسعادة الحقيقية يعني كما يقول هي شعور داخلي يحس بالإنسان بين جوانبه، يتمثل في سكينة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، وانشراح الصدر وراحة الضمير. ولو كانت السعادة في المال فحسب، كان قارون هو يعني جابوا له أسعد السعداء. تمام. ولو كانت في المنصب أو الجاه فحسب، كان هارون وزير فرعون لو كانت في المنصب فحسب، كان فرعون الذي قال هذه أنهار تجري من تحتي كان مطلوب يكون أسعد الناس. ولكن السعادة الحقيقية هي في اتباع ما جاء به، ما شرعه ربنا وما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك في عبارة البعض يقولها السعادة في العبادة، السعادة في العبادة. لذلك نزل القرآن قال الله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. إذا هنا وأما الذين سعدوا ففي الجنة، يبقى السعادة الحقيقية أن يتقي الإنسان ربه، أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. حتى في مثل هذا يعني مثل إنسان إذا عمل بالطاعات ونحو ذلك فنزل عليه البلاء، فلما ينزل عليه البلاء يعني ينزل عليه هو يكون عنده رضا وتسليم، فيرضى بما قضاه الله وقدره ويسلم لأمر الله تبارك وتعالى. وكما قال ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل. فإذا فتلاقي يعني علشان كده يا فندم بنلاقي الآيات لا تحزنوا لا تهنوا. صحيح صحيح. طيب السعادة في الأمور العادية وفي الأوقات العادية يا فندم بتكون سهلة، إنما لما يكون في صبر على الابتلاء. إحنا إزاي نوصل مرحلة الصبر على الابتلاء والقضاء والقدر لأننا نسعد بيه، لأننا نكون متأكدين ونرضى ونكون متأكدين إن ربنا هيعوضنا خير. نعم. أول شيء لابد أن ننظر إلى القلب، يعني والأمور المتعلقة بالقلب كالإيمان ورضا القضاء والقدر ونحو ذلك. فالإيمان إذا استقر في القلب، هذا الأساس، الإيمان أن تؤمن بالله إلها ربا واحدا خالقا مالكا رازقا سبحانه وتعالى، خلق كل شيء ولا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أن يعلم العبد، أن يعلم تمام العلم وأن يتيقن تمام اليقين أنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد الله، لا يكون في كون الله إلا ما أراد الله، ما من حركة ولا سكون إلا بإذن الله تكون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا وأرشدنا أن الواحد منا إذا حصل معه أمر فلا يكسب من قول لو أنني عملت كذا، لو أنني عملت كذا، لو أنني عملت كذا، لو تفتح الشباب. أيوة. فالنبي قال فليقل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهكذا النبي علم ابنته السيدة زينب، قال لها قولي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. معناه ما قدره الله في الأزل لا بد وأن يكون، وما لم يشأ إلا حصوله هذا لا يحصل ولا يكون ولن يكون، لأن الله ما قضاه، لأن الله ما قدره للإنسان. فالإنسان لا يتعب نفسه يعني ويتطلع إلى ما في يد غيره. كثير من الناس يتعبهم انه دائما يبص الحاجة بغيره، يبص المسكين غيره، وينشغل بما عند غيره. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام ارشدنا وعلمنا قال
الواحد منا إذا نظر في أمر الدنيا فلينظر إلى من هو أدنى منه، فلينظر إلى من هو أقل منه. ليه؟ قال حتى لا تزدري نعمة الله عليك. طب في أمر الدين ينظر إلى من هو أعلى منه. ليه؟ حتى يتقوى، حتى يعني تحصل عنده الهمة تزداد، فيسارع أهل الفضل وأهل الخير في فضلهم وخيرهم. وكل ذلك بالاستعانة بالصبر والصلاة. نعم، الإنسان لما هو كله مرتبط ببعضه، الإيمان لما يستقر في القلب يظهر أثره على الجوارح، يعني يظهر أثر ذلك على الجوارح خارج، يعني إذا صلح الباطن صلح الخارج، صلح الظاهر يظهر أثره على الخارج، فتلاقيه يتقي الله في معاملاته، يعني يصبر على الناس، يلطف بهم، لا يكون من المتأسفين دائما، بل يكون من الراضين عما قضاه الله وقدره، مسلما لله في كل شيء، صابرا. كذلك الصبر مهم جدا، لأن العلماء لو نظرنا إلى الصبر، لأن عرف الصبر يقول إيه؟ الصبر هو حبس النفس، شيء شديد، هو حبس النفس وقهرها على لذيذ تفارقه أو مكروه تتحمله. فالإنسان عليه أن يصبر، عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، عليه أن يسلم لله في كل شيء، وأن يعلم أنه ما من حركة ولا سكون إلا بإذن الله تكون، لأن الله هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، خلق الإنسان وأعمال الإنسان. ولو أجملنا سريعا، هناك بعض الأسباب يعني ممكن نذكرها يعني بسرعة. قلنا الإيمان من هذا الأساس، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أنه حياة طيبة. كذلك الإحسان إلى الخلق بالقول والعمل وأنواع المعروف. اللهم سيدنا أجمعين، وإن شاء الله عايزين حضرتك معانا في حلقة كاملة، توعدنا بقى إن تكون حضرتك معانا في حلقة كاملة نستفيد من خبراتك ونستفيد من علمك. فضيلة الداعية الإسلامي أحمد سمير الأزهري، الشيخ أحمد سمير الأزهري، أحد كبار علماء الأزهر، ألف شكر يا فندم نورتنا. فاصل وهنرجع تاني. عشان تكمل استعاده وتبقى سكر زياده، حبيت اطلع معاكي النهارده في البرنامج واحكي حكايتي. انا كنت 110 كيلو، كنت كتير جدا، وما شاء الله اصريت ان انا اخس عشان اكمل استعاده،
واكمل رشاقتي وابقى عايشه سعيده. طبعا انا كملت بجروبي، جروب الترند، عملت جروب بقى اقوى جروب في مجالي الحمد لله، والحمد لله وصلت لمرحله حلوه جدا جدا جدا. وزي ما انتم شايفيني كده قدامكم بقيت ازاي، من 110 كيلو نزلت 40 كيلو في وقت قياسي. نزلنا بالراحه، نزلنا بهدوء، نزلنا بسعاده، عشان تبقى حياتنا كلها سكر زياده. ومعلمي النهارده حلقتنا جامده جدا جدا، استنوا تقريري معلمي وشوفوا حالاتي وشوفوا الناس نزلت معايا ازاي، وما نزلوش معايا وبس، نزلوا معايا بصحه وبسعاده وباكل وكل حاجه. تابعوني انا بوسي الترند. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا، وزي ما وعدناكم قبل كده معانا فقرة فرحتك فرحتي. قدمت معانا في صفحة البرنامج الأستاذة بوسي مرسي من دسوق كفر الشيخ، ودي صانعة سعادة قدرت ان هي توصل لحلمها وتحقق ذاتها وتحقق حلم حياتها بالعلم وبالاجتهاد. قابلتها كتير من المعوقات، بس هي قررت ان هي تسعد نفسها وتسعد غيرها. حققت الترند في مجالها، هنعمل معاها مداخله دلوقتي وهتقول لنا قصه نجاحها. الو الو، استاذه بوسي ازيك؟ ازيك يا استاذه ليمي، منوره الدنيا. ربنا يخليكي. احكي لنا بقى، احكي لنا بقى عن بنت دسوق اللي قدرت توصل للترند وقدرت تحقق حلمها، على الرغم ان هي بعيده عن القاهره وعلى الرغم ان هي كان في معوقات كتير، الحلم وصلتي له ازاي؟ اولا الحلم مش محتاج ان هو يبقى في مكان معين، الحلم موجود جوانا، وانا حبيت ان انا اصر ان انا اوصل لحلمي وعشان اقدر احققه. والحمد لله يعني حاولت لحد ما وصلت للمجال اللي انا فيه. اولا انا كان وزني كتير جدا، كنت 110 كيلو يا ليمي زي ما انت عارفه. تمام. والحمد لله دلوقتي نزلت 40 كيلو. الموضوع كان عامل علي عائق جامد، فحبيت ان انا اسعد غيري واسعد اللي حواليا واخففهم هم كمان. والحمد لله دلوقتي بقيت في مجالي الترند زي ما انت عارفه. ما شاء الله، الله يخليك يا رب. وبعدين طبعا حسيتي بايه بقى ما خسيتي؟ السعاده وصلتك ازاي ما خسيتي؟ احساس تاني. انا كنت ناويه ان انا اعمل عمليه تكميم، فطبعا كوني ان انا اخس لوحدي فرق معايا كتير جدا جدا جدا. طب خسيتي ازاي؟ هل استخدمتي حاجات كيميكال ولا استخدمتي اجهزه رياضيه ولا عملتي ايه؟ احكي لنا التجربه. لا طبعا انا استخدمت حاجات ناتشرال طبيعي جدا كلها، حاجه اسمها الياف طبيعيه، الياف الاناسيليوم، و اللي بتساعد على الشبع. بتساعد على الشبع جدا وبتنفش في المعده. تمام. وحاجه تانية اسمها خبز تكميم المعده، ده برضو يعني يعتبر من اختراعي. ما شاء الله. كل ما بتاكلي منه كل ما بينفش في المعده وبيعمل تكميم، بيصغر حجم المعده. انا شفت على صفحتكم محشي دايت ده. ايه ده؟ احنا بنعمل احنا احلى محاشي واحلى اكل. يعني انا بشوف اكلات غريبه وتقولي دايت، دي ازاي بقى؟ دي كلها طبعا كلها وصفاتي انا الشخصيه، يعني حاولت اجتهاد شخصي. يعني انا وكمان عارفه ان انت دارسه، انا عارفه ان انت دارسه تخصيص، شفت الشهادات. يعني ازاي بقى قدرتي تطوعي الدراسه في ان انت تعملي حاجات الاكلات الاختراع دي؟ هي طبعا الدراسه هي اللي فادتني جدا، ان انا اقدر افيد اللي حواليا انه يقدر يعني بدل ما يخس وهو جسمه هزيل، لا يخس بصحه ويخس بسعاده برضه، عشان لما يخس يحس نفسه ان هو جسمه قوي. فطبعا كل الاكل اللي هو الطبيعي بتاعنا انا حولته لاكل هيلثي جدا. عملنا البشاميل دايت، عملنا المحشي دايت، عملنا كل حاجه في الدنيا دايت، حتى الكشك عملناه دايت. الله. لا ده انا اول حد بقى هشارك معاكم في الصفحه دي، لازم اجرب الكشك عايزين البط دايت يا بوسي. لا البط دايت ده هيبقى اوفر يا استاذه. لا لا حاولي، ملناش علاقه. عموما احنا بنبارك لك، بنبارك لك جدا يا استاذه بوسي مرسي، والف مبروك، ومبسوطين ان انت شاركتي معانا في البرنامج في فقره فرحتك فرحتي، وفعلا انت كنتي صانعه سعاده. وشكرا استاذه بوسي،
ودلوقتي عايزة كل حد صانع سعادة زي الأستاذة بوسي كده يشارك معانا، يقول لنا قدر يسعد نفسه ويسعد الناس ازاي علشان نتعلم من بعض. عايزين نفرح، عايزين نسعد، سواء بالخساسان، سواء بأكل حلو، بخروجة حلوة، بلبس حلو، برياضة، بان احنا قد ايه سورة قرآن بتخلينا سعداء قوي، قد ايه حد بنشوفه بيخلينا سعداء. ندور على السعادة يا جماعة، لقد هرمنا، لقد هرمنا من الاكتئاب والنكد. عايزين اي حد صانع سعادة، احنا في انتظاره معانا الحلقات الجاية. شاركوا على صفحة البرنامج، هينزل لكم اللينك بتاعها دلوقتي، تقدروا تشاركونا بقصص سعادتكم لنفسكم وسعادتكم لغيركم. بنشكر طبعا الإعلامية ريهام إبراهيم على مباركتها وعلى مشاركتها في التقرير معانا النهاردة، والكابتن حازم عواد والشيف يسري، ألف شكر ليهم، نورونا في حلقتنا النهاردة. ويتجدد اللقاء الحلقة القادمة إن شاء الله، إشراقة جديدة وابتسامة سعيدة لكل مشاهدين برنامجي الغاليين على قلبي. نلقاكم على خير في الحلقة القادمة. صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة مع ليمي. ألف ألف مليون مبروك يا ليمي، إيه البرنامج الجامد ده؟ فرحتلك جدا جدا. وطبعا عشان تكمل السعادة وتبقى سكر زيادة، حبيت أطلع معاكي النهاردة في البرنامج وأحكي حكايتي. أنا كنت 110 كيلو، كنت كتير جدا، وما شاء الله أصريت إن أنا أخس عشان أكمل السعادة وأكمل رشاقتي وأبقى عايشة سعيدة. طبعا أنا كملت بجروبي، جروب الترند، عملت جروب بقى أقوى جروب في مجالي الحمد لله. والحمد لله وصلت لمرحلة حلوة جدا جدا جدا، وزي ما انتم شايفيني كده قدامكم بقيت ازاي؟ من 110 كيلو نزلت 40 كيلو في وقت قياسي. نزلنا بالراحة، نزلنا بهدوء، نزلنا بسعادة عشان تبقى حياتنا كلها سكر زيادة. ومعلمي النهاردة حلقتنا جامدة جدا جدا، استنوا تقريري معلمي وشوفوا حالاتي وشوفوا الناس نزلت معايا ازاي، وما نزلوش معايا وبس، نزلوا معايا بصحة وبسعادة وبأكل وبكل حاجة. تابعوني انا بوسي الترند.